ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بإعلان جمهورية غواتيمالا تصنيف ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية وبقرار جمهورية إستونيا حظر أنشطة الحزب على أراضيها وفرض عقوبات على أعضائه في خطوة مهمة تعكس حرص البلدين على التصدي للتنظيمات الإرهابية ومكافحة أنشطتها. وتعرب وزارة الخارجية عن عميق تقديرها لكافة الجهود الملموسة والواضحة التي تطلع بها كل من جمهوريتي غواتيمالا وإستونيا في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، داعية المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته والتحرك لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة لظاهرة الإرهاب لاجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.